حلقة جديدة من أب داون نستعرض فيها أبرز الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع. أصدرت مجموعة البنك الدولي إحصاءاتها الجديدة المتعلقة بكلفة تحويلات المغتربين بجميع أنحاء العالم، وبتفاصيل الإحصاءات اللي أوردتها وحدة الأبحاث الاقتصادية ببنك الاعتماد اللبناني أنه تكلفة تحويل 200 دولار من الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان هي ثالث أغلى تكلفة، أي ما يشكل 26 دولار بالعالم بالفصل الثالث من العام 2022. أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل بلبنان مروان فياض رفع تعرفة السيرفيس الجديدة للراكب ب 80,000 مع ارتفاع أسعار المحروقات. بالمقابل نفت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الخبر، كما وأكد رئيسها بسام طليس أنه التعرفة بتصدر بقرار من وزير الأشغال بالتشاور مع النقابات. يعمل الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي على تسهيل شراء الفيول عبر مصرف لبنان، بينما يشترط الحاكم تشريع قانوني من مجلس النواب ليجبر مؤسسة كهرباء لبنان على الجباية حسب الطرح اللي عملته، وثانيا من أجل إعادة تسديد المبالغ للمركزي. بالرغم من دخول موازنة عام 2022 حيز التنفيذ، استغرب نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلة عدم قيام الجهات المسؤولة بإصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية حتى اليوم، محذرا من اهتزاز الأمن الغذائي ومطالبا بضرورة إصدار لوائح السلع الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية فورا بالتزامن مع لوائح السلع اللي رح يطال الرسم النوعي 10% منعاً للفوضى بالسوق. الخبير بشؤون التنمية الاجتماعية رمزي أبو خالد، شو انعكاس زيادة الضرائب والرسوم على حياة المواطن بظل عدم زيادة الرواتب أو عدم رفع الانتاجية؟ هذا الشيء انعكاسه كتير كبير على المواطن اللبناني، خاصة أنه بظل اليوم ما في رفع للرواتب أو زيادة الرواتب، ومثل ما بنعرف أنه بالقطاع الخاص اليوم الشركات عم تتأثر كتير بالوضع الاقتصادي، عم تكثير بالوضع والأزمة اللي عم يقطع فيها البلد، فمنا قادرة تزيد رواتب بطبيعة الحال، وهذا الشيء عم يزيد اليوم من عدم القدرة على المعيشة بظل هذا الوضع القائم. برأيك هل هناك أهمية لرفع الدولار الجمركي ل 15,000 ليرة بظل استمرار التهريب؟ أي نوع من عدم دراسة لأي ارتفاع بالدولار الجمركي بطبيعة حال أساساً البلد عم يشهد حالة من التهريب وحالة من التهرب الضريبي بنفس الوقت كمان كتير كبيرة، واليوم هذا الشيء صار ملموس، وكلنا عم نشوف أنه اليوم في أسواق بديلة، وكمان شهدنا بالفترة الماضية اليوم لما إذا بنرجع شوي لقبل انفجار المرفأ، أنا أطح بين هلالين هذا الموضوع، ولكن أنا بس بدي أقول أنه إذا بنرجع للفترة اللي سابقة كلنا بنعرف كان في فساد، واليوم كمان عم نشوف فساد إضافي بالنافعة، وقبلها كنا عم نشوف فساد كتير كبير على الفور، فهذا الشيء عم بيساهم وبشكل كتير مباشر بموضوع أنه يصير في تهريب وأسواق بديلة بوطننا لبنان. شو رأيك بالمساعدات اللي عم تجي من المنظمات الدولية وكيف فينا نعيد توجيهها لخدمة الناس؟ اليوم دغري الهيمنة عم بتصير عليها قبل الدولة المركزية، وهيدي الشغلة اليوم عم بتأثر، وكلنا بنعرف الهدر والفساد المستشري إن كان بالإدارة أو بإدارة هيدي الأموال. اليوم الحل بهذا الموضوع هي إنه تتوزع هيدي الأموال، واليوم إذا منلاحظ منشوف إنه الجمعيات والمؤسسات هي عم بتكون مساهمة مباشرة بنهضة البلد ومساعدة الناس. شكرا لك الخبير بشؤون التنمية الاجتماعية رمزي أبو خالد. هذا كان كل شيء منخبركم، ينطرونا بحلقة جديدة من أب داون وآخر مستجدات الاقتصاد.